خلي نتفق على شغله من هسه، ماكو شيء اطيب من هاي النستله. في هذا اليوم قررت اسوي هاي التارت بنكهه السنيكرز. بالبدايه راح اطحن باكيت كامل بسكت مال شاي لحد ما يصير بنفس شكل التراب، واضيف به نص كوب زبد واخلطهم زين واضيفهم بالقالب، وبالكعب مال الكوب ابدي اضغطهم على كيفي لحد ما يصيرون بهذا الشكل، وبحراره 180 سليزي ادخلهم الفرن لمده 10 دقائق بس حتى تتماسك. وخلال هذا الوقت راح اسوي الكراميل. طاوه غميجه راح اضيف ثلث كوب مي، كوب واحد شكر، واخليهم على النار لحد ما يصير لونهم بني داكن. بعدين اشيلهم من النار ورأسا نضيف باكيت كريمة وقشطة وحركهم بسرعة بنفس الوقت، وراح يصير عندي صوص الكراميل جاهز. وهسه راح أضيف ويا الكراميل كوب كامل فستق واخلطهم زين وأضيفهم بالقالب واتركهم يبردون تماما على صفحة. ولطبقة الشوكليت راح أضيف نص باكيت كريمة أو قشطة كلش حارة فوق كوب واحد شوكليت مقطعة، وأخليهم في دقيقة. بعدين أحركهم كل زين وأضيفهم فوق الكراميل، وهسه راح أتركهم يبردون بالثلاجة لحد ما يتماسك الشوكليت. بعدين أطلعهم من القالب وأحمي السكينة شوية على النار وأبدي أقطعها. شوفوا لي شكلها من الداخل. بالعافية عليكم.